خل ابارك لجماهير العالمي صدارة وبس. وشيء جميل انك تتصدر تفوز وتتصدر بذراعك بدون مساعدة فار بدون قرارات تحكيمية خاطئة وبدون كريستيانو. يعني كل هالامور طبعا تدري انت امس لما اجلوا مباراة طلعوا حكي ربع نواف الخالدي ومبارك اجلوا مباراة عشان كريستيانو وعشان ناس يبقى عبالك نفسنا لاعبين ناس يشوفون الجو مو زين مطر يخافون على جمهورهم يخافون على لاعبينهم يتعورون يخافون قالوا ما في ما راهم شيء وبعدين كريستيانو ما عليهم عشان شنو ما راهم شيء الحمد لله صداره وبس متع عيونك بصداره. كم الفرق بين الهلال وراهم كاس العالم؟ خمس نقاط خمس نقاط. انت شفت يعني صناعه الهدف الحارس؟ اي لا بارش شفت صناعه الهدف الثاني تاليسكا؟ اي شفته من الحارس اي على طول بس هذه درس درس تلي تمر مسوي المعيوف هذه شوف تمر وين طلع لنا المعيوف والله فكر معيوف خلي ينزل وزنه اول شيء بعدين لا لا عزيز 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 خلي ينزل وزنه ما قلت للامانه زاد وزنه هذه فرصه لا والله يا عزيز ما عنده وقت والله ما عنده وقت.